بيوتنا مفتوحة لوجه الله، والمضافة هذه مفتوحة على قبل ما فتحتها أنا، على دور أبوي ودور عمي وعلى دور جدي وعلى دور جدودنا، من جدود المال حدود. القهوة لها عدة معاني، من أن المعنى الأول اليوم يجي واحد له حاجة بدي يقضيها عند صاحب المضافة بالفنجال هذا يصب له قهوة، يقوم ما يشربه طبعا يرميه بالأرض. التفسير له حاجة عن صاحب البيت اللي هو الشيخ اللي معروف أخيو خاص وزلمه من مكان بعيد، إله معنى خدت صدى معاه. هنا الشيخ يقول له تفضل يا طويل العمر اشرب وحاجتك مقضية. المعنى الثاني لم الناس الطيبة، وناس تجيك من بعيد تجي تشرب قهوة أخيو، يصير بو حل المشاكل، تنازعوا طرفين وين يجون يحلونها؟ يحلونها عند الشيخ، هو اللي لام الناس أخيو ولمتهم القهوة. اجتمعنا من أجل متخاصمين، من أجل قضية قتل بين طرفين متخاصمين، والأمور الآن وصلت إلى حلول والحمد لله، والأمر تم بشكل جيد، ويقوم المجلس الصلح العام لقبيلة بني خالد بحل هذا الخلاف بحضور شرعيين من القبيلة وأهل العرف وأهل التقاليد العشائرية. وبالنسبة للقضية وقعنا الطرفين على صك تحكيم شرعي عرفي صلحي، وبخصوص هذه المضافة، المضافة مفتوحة من قديم الزمان، من على دور الجدود اللي مالها حدود، مفتوحة لحل الخلافات العشائرية وحسب ما يرضي الله والبادي ويرضي جميع الأطراف، وتقوم الناس مجبورة الخاطر من هذا المضافة.